السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية يوم الاثنين إن جائحة كوفيد 19 لم تقترب حتى من نهايتها، وأضاف: كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر، كلنا نريد المضي قدما في حياتنا، لكن الحقيقة المرة هي أنها لم تقترب حتى من نهايتها. وعلى الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي، في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة، وتخطط المنظمة لعقد اجتماع هذا الأسبوع لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في أبحاث مكافحة المرض. وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة إن المنظمة تتوقع القيام بعمل ضخم من أجل التوصل لمصل آمن وفعال لمنع مرض كوفيد 19، ولكن لا يوجد ما يضمن النجاح في ذلك. هذا الكلام ديال منظمة الصحة العالمية، لكن المسلمين اللي الإيمان ديالهم قوي وعندهم ثقة في الله عز وجل كيقول لك نهار اللي الله سبحانه وتعالى غادي يبغي يرفع هذا الوباء غادي يرفعه. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء في القريب العاجل إن شاء الله. نشكركم على حسن المتابعة.